لسه مكملين مع حضراتكم طبعا يعني في قصص بطولات الشهداء. الحقيقة بطولات الشهداء هي قصص مكتوبة بحروف من نور في سجل التاريخ، واحنا بنفتكر البطولات دي كان لازم كمان نفكر في ولادنا والأجيال اللي جاية، هل هيبقوا عارفين ومدركين حجم التضحية اللي ضحى بيها الأبطال دول؟ عشان كده جت فكرة سلسلة سيلفي مع شهيد، واللي هيكلمنا عنها مؤلفها هيثم السيد. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، وكل سنة وحضرتك بخير وبسلام. صباح الورد. أهلا بيك يا فندم. يعني سلسلة سيلفي مع شهيد، عايز أعرف من حضرتك السلسلة دي عبارة عن إيه؟ منين جت لحضرتك الفكرة؟ يعني حسب اللي فهمناه حتى الآن هي قصص مصورة لقصص الشهداء. تمام. الفكرة ما بدأتش من عندي علشان ما ادعيش شرف لا أملكه. الفكرة كانت من الدكتور هيثم الحاج علي اللي هو رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وهو حد من المحترفين العظام جدا في مجال النشر ومجال الكتاب في مصر. الهيئة العامة أنتجت كتاب من فترة مش طويلة تحت عنوان حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل. الكتاب كان بيخاطب فئة الكبار، والكتاب مكتوب بصيغة تقريرية بحثية معلوماتية بحتة للناس المهتمة بقصص الشهداء وتاريخهم والقصص الإنسانية بتاعتهم. ولكن الدكتور هيثم الحاج علي فكر انه عاوز يوصل بقصص الشهداء دول، الابطال الحقيقيين، يوصل بيهم للولاد الصغيرين والفئه اللي بنسميها في مجال الكتابه للطفل فئه اليافعين، اللي هو من عند سن 11 او 12 لعند سن 16 و17. وبالتالي كلمني الدكتور هيثم الحاج علي علشان انا كان ليا تجارب سابقه مع الهيئة المصرية للكتاب في تبسيط بعض الشخصيات المصرية عن طريق فن الكوميكس اللي هو الكتابة المصورة. كلمني أنا والرسام أحمد جعيصة وبدأنا نمسك الحكايات بتاعة الشهداء العظام ونحولها من مجرد حكايات بحتة إلى قصص مصورة بشكل بسيط، بشكل مرسوم حلو جدا، بشكل جذاب وأتراكتف للولاد، لأن الذاكرة أو المتعة البصرية دلوقتي والثقافة البصرية بقت مستحوذة على قطاع كبير جدا من الولاد. وبالتالي هو ده باختصار فكرة المجموعة أو بداية المشروع. عظيم. هل بنركز على قصص استشهادهم فقط ولا ممكن يكون في جوانب أخرى إنسانية ليهم؟ لا، هو احنا واخدين منحنى او منحنيين مهمين جدا في الموضوع. المنحنى الاول عاوزين نقول للولاد بشكل مباشر جدا ان الابطال اللي في العالم لو كان فيهم ابطال خياليين زي سوبرمان وباتمان والشخصيات البطوليه او الابطال العالميه دي، احنا عندنا ابطال ولكن ابطال من لحم ودم، وعندنا أبطال حقيقيين وعندنا قصص حقيقية، والقصص بتاعتهم بتفاصيلها سواء تفاصيلها الإنسانية والحياتية أو تفاصيل استشهادهم وتفاصيل شغلهم وتفانيهم في شغلهم اللي بيحطوا أرواحهم على كفوفهم قدام الحفاظ على كل ذرة تراب، قصص ما هياش وهمية، قصص حقيقية تفاصيلها العظيمة جدا الملهمة جدا. وبالتالي التركيز بيكون على داخل الحدودة، على الملمح الإنساني للولاد دول، على علاقتهم بالآخرين كانت عاملة إزاي، تعاملهم مع أصدقائهم والمحيط بيهم كان عامل إزاي. وعايز أقول لحضرتك إن لحد النهاردة إحنا أنجزنا 8 كتب من المجموعة. عايز اقول لحضرتك ان وكأن هؤلاء الشهداء بيكونوا مختارين من قبل ان يولدوا ان هم هيكونوا شهداء، لان التفاصيل الحياتيه وسماتهم الشخصيه والملائكيه يعني اللي انا بشوفها في القصص بتاعتهم لما بنبحث عن معلومه محتاجينها بنشوف ان الناس دي مش مجرد بني ادمين عبروا الحياه وماتوا وقصتهم انتهت وخلاص، لا، الموضوع اكتشفنا ان هو اكبر من كده بكتير واعمق من كده بكتير على النواحي الانسانيه بتاعتهم وعلى
الإخلاص، يعني جزء الإخلاص الشديد لفكرة الوطن والإخلاص الشديد لفكرة إن هو يحط روحه قدام أي حاجة. صحيح. فكرة ما هيش سهلة لما بنقرأ أو لما بنحاول نحول القصة إلى كوميكس، بنقرأ تفاصيل ونشوف اللحظات اللي بيتخذوا فيها القرارات وبنعرف إنه جوانب الشخصية اللي خلته يكون كده ويكون بطل ويكون شهيد. احنا بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا استاذ هيثم السيد، مؤلف سلسله سيلفي مع شهيد، شكرا جزيلا ليك.